السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم حياكم في سوق واقف. يا مرحبا بكم ومسهلا، رجعنا لكم بعد أيام الأسبوع. إن شاء الله يا رب قضيتوها بكل سعادة وفرح وتبدون معانا الخميس وبكرة أيضا الجمعة حلقتين برنامجكم سوق واقف، تربحون وتستانسون يطلع لكم خط. اليوم قبل لا أبدأ برنامجنا عندي موضوع بسيط بتكلم فيه قبل لا نبدأ البرنامج. طبعا الموضوع هو كالعادة الاتصالات، جاتنا اتصالات من برا أو خلنا نقول ناس مش راضية من برا أن يقولون إحنا ما نرد على اتصالات من برا. يا جماعة الخير إحنا فاتحين 9 خطوط، الـ9 خطوط هذه عليها تنافس كبير، حنا نرحب بالجميع. أنا بالنسبة لي شرف كبير لي أن أنا يكون لي متابعين لبرنامجي برنامج حياكم في سوق واقف عبر قناتكم قناة الريان، متابعين من برا قطر، يشرفني هالشيء. وبالعكس والله العظيم أني أفرح يوم أشوف اتصالاتكم. طبعا المسألة هنا مش مسألة تتصل وأي بلد ولا أي شيء ثاني، المسألة هنا مسألة الاتصالات. صعب تلقط خط لأن الجميع قاعد يحاول يتصل، اللهم لك الحمد، هذا شيء يسعدنا ما يضايقنا، لكن بعد في جانب يضايقنا أنه ما قاعد يطلع لكم خط. لكن إن شاء الله يا رب والله العظيم قاعد نشتغل على الاتصالات ونحاول نوسع ونفتح أكثر خطوط، 9 خطوط فتحنا ومع ذلك زحمة اتصالات. هذا شرف كبير لي والله العظيم أني أسعد بمتابعتكم، واتصلوا من قطر ولا من برا قطر، احنا نشوف الرقم ونحاول نرد عليه. طبعا مثل ما انتم عارفين البعض يقول يطلع لي خط بالبدايه مشغول، عقب يطلع خط وما ارد، ما يطلع خط لان ما يردون عليك، لان عندنا تقريبا 9 إلى 10 مشتركين، او اذا في وقت في الحلقه 12 مشترك، 12 باب. ضيق الوقت، برنامجنا مدته ساعه فقط، لازم كل متصل اعطيه حقه شوي، ان انا ممكن ادردش معاه. البرنامج مش سؤال وجواب وخلاص، دردش شوي، نسولف شوي، نحاول نفكر، نحاول على اساس انه ما ننسى المعلومه، ويكون برنامجنا هدف ويكون ممتع ايضا، ما راح يكون ممتع اذا كان سؤال وجواب فقط لا غير. فعلشان كذا نحاول قد المستطاع ان ناخذ اكبر عدد من الاتصالات، احنا ناخذ تقريبا 10 بالبدايه. اول مثلا ربع ساعه من البرنامج، اذا شفنا في وقت خذينا بعد، اذا ما في وقت انا ما اقدر اخذ اتصالك واخليك على الخط وعلى الفاضي ما راح تشارك ولا شيء. فاعذرونا واعذرونا واعذرونا. احنا عيالكم وهذه قناتكم، والله العظيم ما وجدت الا لكم، يا اهل قطر ويا اهل الخليج والعالم كله وجميع من يتابعنا. انت يلي تتابعنا شرف لنا واضافه كبيره لقناه الريان ان انت تتابعنا، ولا عندنا اي استعداد ان نخسر اي حد من متابعينا، وهذا شرف كبير لنا. فقط اعذرونا واسعوا خاطركم، وان شاء الله يا رب كلكم بيطلع لكم خط. برنامجنا لا هو اليوم ولا بكره ما راح يخلص، ان شاء الله راح يكون معاكم فتره طويله. اتصلوا وجربوا، ما طلع هالاسبوع بيطلع الاسبوع الجاي، واسعوا خاطركم ومالكم الا طيب خاطر. ان شاء الله برنامجنا عباره عن 12 باب، انت حظك شنو يطلع لك ورا البيبان، اما يطلع لك سؤال على الطاير جائزته 1000 ريال، اذا ما جاوبت على السؤال لا سامح الله بينتقل المتصل اللي بعدك. علشان كذا دائما ما نوصي بالتركيز ثم التركيز ثم التركيز. انت يا المتصل حاول تكون سريع معاي ومتفاعل وايضا متحمس على اساس اني انا اقدر اخذ واعطي معاك، وايضا تكون سريع على اساس تعطي فرصه لغيرك انه يشارك. جائزه سؤال على الطاير هي 1000 ريال، احتمال اذا في وقت والمتصل حبي يتحدى ممكن عندنا نسميها فقره التحدي اللي هي الفيديو. طبعا والله العظيم جدا سهله، يبي لها فقط معلومات عامه وتركيز، وان شاء الله يا رب الكل يربح معنا. فقره الفيديو هي فقره عباره عن 30 ثانيه صور او فيديو لاحد المعالم موجوده في دوله قطر او مناطق، وعليك ان انت ب 30 ثانيه تعرف شنو اسم هذه المنطقه او اسم هذا المعلم. باب من البيبان هو الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. 5 أسئلة ب3000 ريال، الجواب الأول ب1000 ريال، اللي بعده ب500 ريال. أنا بالنسبة لي هذا السؤال المفضل لي، لأنه في سرعة، في تجاوب، في حماس، وفي تركيز، وإن شاء الله يا رب ما حد يختفيه. طبعا عندك دقيقة تجاوب فيها على 5 الأسئلة، صح أم خطأ، نسهل الأمور على أساس تقدر تجاوب على كل الأسئلة وتربح معنا إن شاء الله جائزتنا اللي هي 3000 ريال. سؤال واحد فقط بين ال 12 باب في كل حلقة، السؤال هذا أنت وحظك ونصيبك، ويبيله أيضا واحد على قولتهم محظوظ أنه يطلع السؤال هذا. السؤال هذا هو السؤال الذهبي، مرت علينا كذا حلقة للأسف ما راح السؤال الذهبي، كان داهمنا الوقت ما قدرنا نفتح كل البيبان، تقريبا بقى بابين وواحد منهم كان السؤال الذهبي. شدوا حيلكم، نبي السؤال الذهبي يروح من اول حلقه، وسويتوها من قبل وتقدرون لها وانتم قدها وقدود. سؤالنا ذهبي ب 5000 ريال، 5000 ريال، سؤال واحد جدا بسيط تربح فيه 5000 ريال، شدوا حيلكم ان شاء الله يا رب يطلع لكم خط ويطلع لكم ايضا السؤال الذهبي. اللي يحبون التصوير وانستغرام ما نسيناكم. 3000 ريال لاجمل صوره من سوق واقف.
الصورة أهم شيء يكون مكانها سوق واقف، مش مهم إنه مبنى أو شيء، أهم شيء أنها في سوق واقف الصورة، ويبين طبعًا سوق واقف، سوق واقف متميز جدًا، حتى لو تصور مطعم يبين مكان هذا المطعم إنه في سوق واقف، مطعم، طفل، اسطبل الخيول، أي مكان، سوق الطيور، سوق الحيوانات جزاكم الله، الكوفيات، المقاهي، المطاعم، المحلات، اللي ودك، عندك سوق واقف كامل، منطقة سوق واقف، من اسطبل الخيول إلى سوق الذهب اللي حنا متواجدين فيه اليوم، اليوم حنا اخترنا لكم محل مميز من سوق الذهب. المحل هو مجوهرات وساعات المكي، مجوهرات وساعات المكي طبعا رجالي ونسائي، محل جدا فخم ويستاهل الزيارة، واللي يربح عاد لازم اللي يربح يجي ياخذ له شيء من هنا. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. طبعا خلونا ناخذ اتصالاتنا الحين، خلونا نبدا ناخذ اتصالات. علي يا مرحبا بك يا علي. الله يرحب بك. مرحبا والله مسلا يا ابو حسن، شحالك يا علي؟ الله يعافيك، سلامك، حالك؟ يا مرحبا يا مرحبا بهل ابو سدره، دائما هل ابو سدره والمناطق اللي حولها السليه معيذر الريان دائما يكونون هم الناس اللي يطلع لهم خط دائما، ما ادري ليش. علي انا سمعت اشاعات طيب ان تتصلون من تلفونات قديمه نوكيا ولا شيء ويطلع خط، هل المعلومه هذه صحيحه ولا لا؟ لا لا حلو، يعني انت نجرب من تلفون عادي ايفون ولا جلاكسي ولا شيء؟ من ايفون. أجل يا أهل أبو سدرة، الرسالة عندكم سكت. الرسالة ما شاء الله كل عندنا. يا سلام عليكم، والله أنكم تستاهلون كل خير، أنتم وجميع من يتابعنا، إن شاء الله رب الجميع يحالف الحظ مثل ما يحالفكم الحظ يا أهل أبو سدرة والريان ومعيد المناطق هذه كلها. أبو حسن. الله يكرمك. أرحب. أنت اتصال الأول، اتصال الأول دائما يكون محظوظ وعليه صعوبة، محظوظ أنه ولا باب راح. تقدر تختار اي باب ممكن يطلع السؤال الذهبي، وصعوبه ان لو راحت عده بيبان وما راح الذهبي بعد تكون فرصتك اكثر انك تربح الذهبي. فالحين بطلع لك البيبان قدامك على الشاشه، الموضوع عندك يعتمد على حظك، اذا بتجيب لي السؤال الذهبي ولا لا. هذا البيبان قدامك، عندك من 1 الى 12، اختار ان شاء الله. اختار رقم 3. اتوقع ان الذهبي ان شاء الله. الله كريم، الله كريم ونعم بالله. يلا يا ابو حسن، باب رقم 3 افتح يا بابا. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، طبعا كل مره نبدا سؤال على الطاير اول متصل الين الفاصل هو سؤال على الطاير، الله يستر. سؤالك يقول ابو حسن، سؤالك سهل وسالناه من قبل، جاهز؟ جاهز. حلو. لاعب كرة قدم قطري حصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في عام 2006. سهل. حتى لو مالك في الكورة أكيد الاسم مر عليك. خلفان قصير. ما شاء الله. يا سلام عليك. منين جبت الإجابة؟ أنا أحس إنه مالك في الكورة. لأنك ترددت شوي الإجابة، لكن قول لي منين جبت الإجابة؟ حد ساعدك من جنبك ولا؟ أبو حسن من ولد عم. والله ونعم فيك وولد عمك وتستاهل الألف ريال ومبروك عليك. خلفان إبراهيم خلفان هو اللاعب اللي طبعا حصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في عام 2006. خلفان إبراهيم خلفان طبعا خذاها هو لاعب نادي السد. طيب عبد الهادي. مرحبا يا عبد الهادي. الله يرحمك. حياك الله. ايش حالك طال عمرك؟ هلا. يا مرحبا بكم، اسال عبد الهادي تسمعني عدل؟ ايه ايه. اذا كان صوت التلفزيون عالي قصر عليه واسمعني من التلفون. ان شاء الله. يا مرحبا بك عبد الهادي، عبد الهادي من وين تكلمنا؟ من المعراض. المعراض يا مرحبا والله ومسهلا، بعد قريب من ابو سدره. الظاهر الارسال عندكم قوي، لازم اي حد يبي يتصل على البرنامج يحول صوب ابو سدره والمعراض ان شاء الله يطلع على خط. يا مرحبا بك عبد الهادي. نعم. ايش رايك بالجو الحين؟ والله جميل. كشتات ها؟ راعي طير ولا؟ ايه. الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك يا رب. يلا يا عبد الهادي بطلع البيبان قدامك على الشاشه وبتقنص لي الذهبي ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يلا نتوكل على الله. وهذه البيبان قدامك على الشاشه ما راح منها الا باب رقم 3. اختار. سبعة. شو تتوقع؟ سؤال ذهبي ان شاء الله. عاد انت كذا طلع. اذا طلعت سؤال ذهبي باب رقم 7 نتوكل على الله ونفتح الباب ان شاء الله. باب رقم 7 افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. حلو، الحق ما تلحق. انت غيرت الحظ، بالعاده اللي يطلع سؤال على الطائر يرجع وراه على طول سؤال على الطائر، لكن انت الحين الحق ما تلحق. عبد الهادي. نعم. الله ينعم عليك، عبد الهادي ابيك تكون متحمس معي. الحق ما تلحق، سؤال سرعه وكذا، ما نبي فقط اجابات، نبي نستمتع احنا نجاوب. حلو؟ ان شاء الله. يا سلام عليك يا عبد الهادي. عبد الهادي عندك 5 اسئله. تجاوب لي على الاول تاخذ 1000 ريال، تجاوب على اللي بعده 500 ريال، اذا ما اخطيت وان شاء الله ما تخطف ولا واحد فيهم بتاخذ 3000 ريال، بس لازم تجاوب ظرف دقيقه. تقدر لها؟ تقدر ان شاء الله. كفو، كفو يا عبد الهادي، نتوكل على الله. وببدا معاك وتبدا الدقيقه. يقام في سوق واقف مزاد للطيور، صح ام خطا؟ صح. 1000 ريال. الجسره هو فندق في سوق واقف واشتق اسمه من المناطق القطريه، صح ام خطا؟ صح. 1500. دوله قطر شبه جزيره تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، صح ام خطا؟ صح. يا سلام عليك، ماشي صح، وان شاء الله يا رب اجاباتك كلها تكون صح. تبلغ المساحه الاجماليه لمدينه الوسيل 38 كيلو متر مربع، صح ام خطا؟ خطا. جابتك غلط. ركز معاي. مركز مناظرات قطر هو احد المراكز التابعه للمجلس الاعلى للتعليم، صح ام خطا؟ صح. حرام عليك، جابتك غلط، حرام عليك. خسرت معنا 1000 ريال وربحت 2000 ريال، تستاهل 2000 ومبروك عليك. وخلني اقرا لك المعلومات علشان ما تنساها. يقام في سوق واقف مزاد للطيور، صح ام خطا؟ صح. ويقام تقريبا كل احد مزاد الصقور والطيور ايضا الحمام وغيره، جميع انواع الطيور بعد يقام فيها مزاد. الجسره هو فندق يقع في سوق واقف واشتق اسمه من المناطق القطريه، صح ام خطا؟ صح. وتقريبا جميع فنادق سوق واقف اساميها من مناطق قطريه او مع المقطريه. دولة قطر شبه جزيره تقع في منتصف الساحل الغربي، ساحل الغربي الخليج العربي، صح ام خطا؟ صح. تمتد دولة قطر على شبه جزيره بطول 200 كيلو متر وعرض 100 كيلو متر ومساحه كليه مقدارها 11850 كيلو متر طبعا مربع، متضمنه عدد من الجزر. تبلغ المساحه الاجماليه لمدينه الوسير 38 كيلو متر مربع، صح ام خطا؟ صح. مركز مناظرات قطر هو احد المراكز التابعه للمجلس الاعلى للتعليم، صح ام خطا؟ خطا. هو مركز تابع لمؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع، استضافت في عام 2010 بطوله العالم لمناظرات المدارس. من معانا؟ ريام. مرحبا، بتصير ريام. الو، السلام عليكم. حياة الله يا ريام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك يا اختي يا ريام. نعم. غزو مباشر من هلا ابو سدره في هذه الحلقه، يا مرحبا بكم اسهل يا هلا ابو سدره. ريام السؤال الذهبي ما راح، تاخذينه يا ريام ولا لا؟ ان شاء الله اخذه. انا عندي احساس ان الشباب راح ياخذون السؤال الذهبي في الحلقه هذه. ما ادري والله، خلينا نحظ ان شاء الله. حلو حلو. قصر على صوت التلفزيون ولا تهنيني واسمعيني من التلفون، وان شاء الله يا رب يطلع السؤال الذهبي من نصيبك دامك انت متفائله بالحظ وراضيه على قولتهم. يلا نتوكل على الله. هذه البيبان قدامك الحين بتطلع على الشاشه، راح منها 3 وراح منها 7. اي باب تبين؟ رقم 4 ان شاء الله. شو تتوقعين؟ ما ادري والله. يعني ما عندك كذا تفاؤل انه بيطلع لك مثلا احتمال اي سؤال منهم؟ ان شاء الله، يمكن السؤال الذهبي ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب. ريام نتوكل على الله. باب رقم 4 افتح يا باب. السؤال الذهبي ريام، ريام السؤال الذهبي ريام، السؤال خطير ريام، هاديه وان شاء الله خير واللي يجي من الله حيا الله وكل النصيبه. وخذيت السؤال الذهبي يا ريام، خطيره يا ريام، العنصر النسائي دائما خطير صراحه. ريام. نعم. الله ينعم عليك. مستانسه؟ اي اكيد. ان شاء الله يا رب تاخذين 5000 عاد. سؤالك يقول يا ريام، ايوه، في اي عام بدأت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها؟ دام اللي جنبك سمعوا سؤالي على التلفزيون قصر على الحين على التلفزيون واسمعيني من التلفون ان شاء الله. يلا عشان يساعدونك، في اي عام بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها؟ 2001. شلون 2001؟ يعني من متى احنا نخبر الخطوط الجوية القطرية؟ لا 2015. شلون؟ 2015؟ زين وقبلها ما كنا نسافر على الخطوط الجوية القطرية؟ أريام. أريام. ركزي معي. السؤال يقول في أي عام بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها؟ يعني الخطوط الجوية القطرية تعرفينها؟ طيران القطري. نعم. أيوه. متى بدأت أول رحلاتها؟ متى بدأت يعني متى بدأنا نعرف إنه أوه في خطوط جوية قطرية يلا خلينا نروح نسافر عليها؟ متى؟ يعني هو قديم بس ما أعرف. أكيد قديم. أنا أبيك تعرفينه، هذا سؤالنا. حاولي جربي 1900 وقولي لي. جربي. يلا يا ريام. لا تقعدين ساكتة كذا وعقب بقول لك خلص الوقت ومع السلامة. ويروح على السؤال الذهبي. على الأقل أعطيني تواريخ يمكن تصدف معك. قولي سمعيني. 1994. ما سمعت. 1994. طيب أنت أول شيء لحظة. من اللي أعطاك هالإجابة؟ أختي من النت. أختك من النت؟ أيوه. أختك تحبت ولا تبي تخسرت؟ ما أدري والله. ما تدرين إذا تحبت ولا تبي تخسرت؟ بشوف بعد الشوط هذا تحبني ولا لا. يعني هذا السؤال تحديد مصير. أخاف لو قلت غلط ونخرب بيتكم. لا يبا. ما احنا اهم شيء صله الرحم عندنا، فعلشان كذا اختك خليني اقولها لك. لا 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 اكيد اكيد ان شاء الله. ها الحين وثقتي من حبها يعني؟ اي بشوف اختي شو عقب السؤال هذا. اجل الله لا يفرقكم والف مبروك. 5000 ريال اجابتك صح، تستاهلين. اختك تستاهل عزيمه ولا تجيبينها المحل هنا تشتري لها شيء. تستاهلين. الله يخليكم لبعض ان شاء الله ويحفظكم. اجابتي صحيحه في عام 1994 وفازت الخطوط الجويه القطريه خلال حفل جوائز مؤسسه سكاي تراكس 2011 و2012 بجائزه افضل شركه طيران في العالم. الف الف مبروك، تستاهلين المعلومه لا ننساها. 1994. جميل. من بدايه الحلقه تقريبا لحد الحين ما طلعنا ولا فاصل وراح السؤال الذهبي، ولكن اسئلتنا لحد الحين الحق ما تلحق، وعلى الطاير بانتظاركم ايضا جائزتنا 3000 ريال لاجمل صوره. خلكم معنا فاصل قصير راجعين لكم واستعدوا.
حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم مع هاللقطات اللي عرضناها لكم في بداية الحلقة للسوق الجميل. سوق واقف، شفتوا ما شاء الله تبارك الرحمن الزحمة، الأجواء جدا جميلة في سوق واقف. تغطياتنا مستمرة أيضا من سوق واقف، كان لنا تغطية من قبل شيء في برنامج ترحيب مع أخونا غانم المعاضيد من سوق واقف، وقدرت تشوفون الزحمة والناس والفعاليات اللي موجودة في السوق. لحد الحين السوق غني بفعالياته، غني بتواجد الناس فيه. حياكم وزوروا السوق، وان شاء الله يا رب تستمتعون بهالاجواء الجميله. شوفوا معي هالجو، والله اجواء جدا جميله، والهواء لحد الحين لا حد يقول لي حر، الحين الجو زين اللهم لك الحمد، الجو الحين صراحه لا يعلى عليه. تعالوا واستمتعوا، ان شاء الله يا رب تكونوا مستمتعين حتى وانتم قاعدين ببيوتكم. نجله حياه الله يا نجله. نجله نجله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياه الله يا نجله، شلونك؟ الحمد لله تمام. يا مرحبا ومسهلا بهلا معيذر. نجلة هلا، قصري على صوت التلفزيون واسمعيني من التلفون ان شاء الله. نجلة وكل المتصلين، لا حد يسمعني من التلفزيون لانه يتاخر الصوت، اسمعوني من من التلفون. يا مرحبا بك يا نجلة. نجلة نعم، ايش رايك في سوق واقف؟ حلو. ما اسمع. حلو. مترددة وحلو بس. طيب زين، يلا يا رب يطلع لك سؤال عن سوق واقف. البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، اختاري باب. اي باب تبي؟ تسعة. نجلة نعم، انت متحمسة؟ اي واجد. كذا متحمسة؟ شلون إذا مو متحمسة؟ زين يلا، باب رقم تسعة. نجلة أنت قولي افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب. سؤال على الطاير. سؤال على الطاير. زين نجلة. نعم. أنا مو قلت تقصر على صوت التلفزيون. ليش عليت عليه مرة ثانية؟ قصر على صوت التلفزيون. يلا نجلة، سؤالك يقول سوق قطري شهير تم تجديده في عام 2004. 2004 تم تجديد هالسوق، شو اسم السوق؟ نجلة. نعم نعم. الله ينعم عليك، موجودة معاي؟ اي موجودة. لحظة، مساك الله بالخير، قاعدة تكتبينها في جوجل بعد؟ يلا يا رب يطيح الرسالة عندكم. يلا قولي. سوق واقف. معقولة؟ سوق واقف. شلون سوق واقف؟ يصير؟ كم عمر سوق واقف؟ سوق واقف لا اكثر من نص قرن، تدرين ولا لا؟ زين عيد السؤال. سؤالك يقول سوق قطري شهير تم تجديده في عام 2004. تم تجديد هذا السوق. سوق قديم مشهور بقطر. تم تجديده في 2004 ولكن على نفس الطراز القديم. ايش اسم السوق هذا؟ اخر اجابه منك. ايش اسم السوق؟ حرام عليك حتى تفكرين وتبحثين عنه بعد، حرام والله. شركة الميرة. شلون؟ لحظة اقول لك شغلة. السوق الكبير. لحظة لحظة، اذكر الله انت، اذكر الله، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. أول إجابة قلتيها شنو؟ سوق واقف. وأنا قبل قلت لك يا رب يطلع لك سؤال عن سوق واقف، صح؟ إي. وبعد تفكري لي بالإجابة؟ تقولي لي الميرة، جمعية الميرة؟ أقول سوق تقولي جمعية؟ ألف مبروك، ربحتي 1000 ريال. يلا تستاهلين. هذا علشان مرة ثانية ما تقولين سوق واقف بس حلو. السوق هذا تحفة فنية، روعة. تقولي لي بس حلو.
زين يلا المبروك تستاهلين الألف ريال. وخلونا ناخذ هناء. يا مرحبا بهناء. السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله أهل السعودية، يا مرحبا بكم. أهلا فيك. يا مرحبا هناء، من وين؟ من السعودية هناء؟ من جدة. يا مرحبا بهل جدة، يا مرحبا ومسهلا. هناء شلون الأجواء عندكم في جدة؟ حر صح؟ لا والله اليوم مطر شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا جدة أذكر أنها حارة شوي أو رطوبة لأنها على بحر. إيه بس لكن تستاهلون كل خير. يلا إن شاء الله الله يرزقكم بالحياة والأجواء الجميلة هذه. يلا الشمال عندكم كلها مطر، حايل واللي حواليها كلها مطر، إن شاء الله يا رب الله يرزقكم بالمطر وتعم المملكة كاملة بالخير، دولتنا الثانية والشقيقة والحبيبة المملكة العربية السعودية. يا مرحبا بكم أسهل والبيبان قدامك. يا هنا واختار الباب اللي تبينه والله يرزقك باللي يهنيك. أي باب تبين؟ 10. باب رقم 10، شو تتوقعين؟ أنا ما أدري، إن شاء الله الحق ما تعد. إن شاء الله يا رب تستاهلون كل خير يا أهل السعودية. باب رقم 10 افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. يا مرحبا ومسهلا أهل السعودية، طلع لهم الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. نبي نشوف حماسكم يا أهل السعودية بالإجابة على الخمس أسئلة اللي عندنا. السؤال الأول بألف ريال، اللي بعده بخمسمية ريال، المجموع الكلي كم؟ 3000، بس مساعدتك سامحنا. 3000 ريال إن شاء الله ما تعتزين مساعدتي وتجاوبين عليها كلها، قولي آمين. يلا. إن شاء الله. عندك دقيقة، أبي تكونين سريعة، ركزي معاي وإن شاء الله يا رب تاخذين 3000 ريال ومستعدين وتبدأ الدقيقة. تأسست شركة الكهرباء والماء عام 1990، صح أم خطأ؟ صح. 1000 ريال. تأسس المجلس الأعلى للتعليم عام 1995، صح أم خطأ؟ خطأ. 1500، أنشأت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم في عام 2008، صح أم خطأ؟ صح. أطلقت قطر مبادرة تطوير التعليم عام 2008 تحت شعار تعليم لمرحلة جديدة، صح أم خطأ؟ خطأ. أنشأت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في 1962، صح أم خطأ؟ كل الأسئلة جاوبتي عليها صح وتستاهلين 3000 ريال، فألف مبروك. يمكن أنا ساعدت شوي لأن أنت من السعودية وهذه معلومات عن قطر، وإحنا نتشرف فيكم، هذه بلدكم الثانية قطر، وعلى أساس بس تكسبين المعلومة. وألف مبروك 3000 ريال تستاهلون يا أخواننا من المملكة العربية السعودية، مرحبا ومسهلا. وأنا ساعد الكل، مع أن القطر المفروض ما ساعدهم لأن هذه أسئلة تخصهم أكثر ما تخص الغير، لكن بعد أساعد والبعض يغلط شو أسوي. يلا خلونا نقرا المعلومات بشكل سريع اساس ما ننساها. تاسس شركة الكهرباء والماء في 1990، صح ام خطا؟ صح. تاسس المجلس الاعلى للتعليم 1995، خطا. تاسس في 2002. انشات مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم في عام 2008، صح ام خطا؟ صح، انشات في 2008. اطلقت قطر مبادرة تطوير التعليم عام 2008، صح ام خطا؟ تحت شعار طبعا تعليم لمرحلة جديدة، صح ام خطا؟ خطا. أطلقت المبادرة في 2004، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير أفضل سبل التعليم للطلبة والطالبات. 2004 مش 2008. أنشأت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في عام 1962، صح أم خطأ؟ صح، وتحديدا في 25 فبراير 1962. لا تنسون التواريخ، بكرة بيجيكم سؤال عنها. قاعد أحس أني مدرس. يلا توكل على الله. ومن معانا؟ سلطان. هلا مرحبا، حياك الله يا سلطان، يا مرحبا بك ومسهلا ومرحبا بهل الريان. ايش حالك يا سلطان؟ الله يعافيك يسلمك. يا مرحبا بك والله مسهلا سلطان، شلونك؟ طيب بخير؟ طيب الله يسلمك سلطان. متى جيت اخر مره؟ طيب جالك طيب وبخير، دامني اسمع هالصوت الطيب ومشاركاتكم الجميله هذه انا طيب وبخير. سلطان متى اخر مره جيت سوق واقف؟ والله قبل اسبوع. قبل اسبوع، شلون كان الجو؟ كان اوكي ولا؟ والله زين. حلو حلو جميل. يلا سلطان البيبان بطلعها قدامك على الشاشه، اختار باب.
راح 4 و3 و10 و9 و7 ها اي باب تبي عندك 1 2 و5 و6 و8 و11 و12 2 ايش تتوقع يا سلطان؟ والله ان شاء الله الحق ما تلحق ان شاء الله يا رب سلطان تستاهل كل خير ونقول يا باب يا رقم 2 افتح يا باب الحق ما تلحق حلو سلطان هلا 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 بك زود يا بعدي الحق ما تلحق طلع لك مثل ما انت كنت تبي الحلو في الحلقه اليوم انه قاعد ننوع الحق ما تلحق سؤال على الطاير بالعاده رص ورا بعض لكن زين حلو شوف عندك انت كم سؤال 5 اسئله الجواب الاول كم قيمته 1000 ريال واللي بعدها 500 ريال جاوبت على 5 خذيت 3000 ريال طبعا عندك دقيقه لازم تكون سريع وان شاء الله يا رب انك تجاوب عليها كلها مستعد طيب مستعد ساعدني على خشمي نتوكل على الله وبدت الدقيقه في عام 2009 تم تحويل سوق الدوحه للاوراق الماليه الى شركه مساهمه تحت مسمى بورصة قطر صح أم خطأ؟ صح 1000 ريال أنشأت لجنة رياضة المرأة القطرية في عام 2000 صح أم خطأ؟ صح 1500 وخلك من اللي جنبك وجاوب أنت مسرح قطر الوطني تم افتتاحه في 1975 صح أم خطأ؟ خطأ ركز جابتك غلط ركز خلي جنبك يساعدونك الشطان هو محار شديد اللمعان صح ام خطا خطا حلو ماشي صح فريق الخور هو الفائز ببطوله الشواحيف في عام 2015 صح ام خطا صح 2500 ريال اجابه واحده غلط في حد جنبك كان يساعدك بيض الله وجهه وجهك تستاهل 2500 ريال في عام 2009 تم تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى بورصة قطر صح أنشأت لجنة رياضة المرأة القطرية عام 2000 صح أم خطأ صح مسرح قطر الوطني تم افتتاحه في 1975 صح الشطان هو محار شديد اللمعان صح أم خطأ خطأ الشطان هو الحبل الذي يربط السفينة بالميناء إذا قلت غلط فأنا آسف فريق الخور هو الفائز ببطولة الشواحيف في عام 2015 صح أم خطأ؟ صح المبروك عليكم عندنا فقرة اللي هي فقرة عكس اللي تابعنا أول مرة هي لأجمل صورة من صور مصورة طبعا في سوق واقف كل صور جميلة تقدرون تزورون هاشتاق البرنامج حتى لو ما كنتوا يعني مشاركين فقط زوروا واختاروا أو اطلعوا على الصور وشوفوا وتدرون أن كلامي صح جميع الصور والله العظيم جميلة وفي منافسة كبيرة بين المصورين والمصورات جدا مبدعين الله يوفقكم إن شاء الله الهاشتاق هو هاشتاق حياكم أندرسكور في أندرسكور سوق أندرسكور واقف هذا هو هاشتاق البرنامج طرشوا عليه أجمل صورة حطوا الهاشتاج تحت الاسم الثلاثي تاج لقناة الريان أو اللي حاب إنه ما يذكر اسمه ممكن يحط فقط الهاشتاج وإذا اخترنا الصورة نتواصل معه على الخاص ممكن نتواصل مع البعض لكن ما يفوز إحنا نتواصل مع أكثر من شخص تقريبا 10 نطلعهم نختار بين 10 شنو أجمل صورة أو بين 5 فإذا تواصلنا معكم مش معناته إنك فزت لكن إن شاء الله الجميع يفوز لا حد يزعل وسعوا خاطركم دائما ما نقول وسعوا خاطركم والله يوفقكم إن شاء الله فاصل قصير وراجعين لكم بناخذ اتصالات وبنعلن عن الفائز في مسابقة عكس خلكم معانا سلامكم مجددا بعد هذا الفاصل اللي وصلنا معاه الى الفقره الاخيره من برنامجكم حياكم في سوق واقف
نذكر ان احنا موجودين في سوق الذهب وتحديدا مجوهرات وساعات المكي. كل مرة قاعد نحاول نطلع لكم من مكان في سوق واقف، وان شاء الله يا رب نعدكم بالجديد ان شاء الله. في فقرات جديدة ان شاء الله راح تشوفونها وراح تستمتعون، واسئلة جديدة وكل شيء جديد راح تشوفونه ان شاء الله على قناتكم قناة الريان. معانا اتصال الحين، نورة حياة الله يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بك يا نورة، شحال طال عمرك؟ الله يسلمك. يا مرحبا بك مسلا نورة، ولا تهونين، ممكن تقصري على صوت التلفزيون بس تسمعيني من التلفون. الله يبشرك بالجنة، يا مرحبا بك ومسهلا يا نورة. نورة، السؤال الذهبي راح من أول حلقة، من أول الحلقة راح على طول السؤال الذهبي، لكن لا زالت عندنا الحق ما تلحق وسؤال على الطاير. خلنا نشوف حظك يا نورة وش بتاخذين معانا، والأسئلة أو البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، البيبان اللي وراها الأسئلة. يلا، 1 5 6 8 11 12. 11 ان شاء الله. شو تتوقعين؟ ان شاء الله نحصل حق مثل حق. ان شاء الله يا رب نتوكل على الله ونقول يا باب يا رقم 11 افتح يا باب. سؤال على الطاير. طيب، سؤالك يقول نورة، كلية بجامعة قطر استقبلت هذا العام أول دفعة في تاريخها. كلية في جامعة قطر، جامعة قطر فيها عدة كليات، هذه الكلية أول دفعة استقبلتها هالدفعة هذه. شو اسم الكلية هذه؟ نورة معاي؟ أي نعم. أعطيني أسامي الكليات. كلية إيش؟ كلية قطر. لا لا لا، هي مش اسم، يعني شلون أقول لك، هي دراسة تندرس. في ناس تدرس شيء الفلاني، في ناس تدرس شيء الفلاني، في ناس تدرس شيء الفلاني. الكلية هذه مختصة في دراسة معينة، شو اسم الدراسة هذه؟ كلية إيش؟ كلية الطب. باخذ منك إجابة نهائية، تقولين كلية الطب تثبتين عليها؟ شو تشوف؟ أنا أشوف إنك تثبتين. خلاص إن شاء الله. يمكن أنا غلطت. لا، ما هو طالع منك بالخير إن شاء الله. حرشتين، خلاص تستاهلين 1000 ريال، مبروك عليك، ربحتي 1000 ريال، تستاهلين. الله يجزاك خير. كلية الطب، والدتي الجنة، الله يرحم والدتي، يا مرحبا بك ومسهلا ومرحبا بالجميع. كلية الطب طبعا استقبلت أول دفعة لها، وبالتوفيق لطلابنا إن شاء الله نشوفهم دكاترة المستقبل، الله يوفقهم إن شاء الله في دراستهم. معانا الحين بعد اتصال. أم وليد. السلام عليكم. مرحبا ومسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحبك، حياك الله يا أم وليد. بخير، هلا والله. يا مرحبا بك، شلونك طيبة؟ بخير الله يسلمك، شلونك أنت؟ الله يعافيك سلمت، حياكم الله يا هالمصرال. زين الله يحييك. زين اتصلتوا؟ زين طلع لكم خط، انتم بتقول بتاكلوني الحين، بتقولون احنا نتصل بس ما يطلع خط. يلا زين طلع لكم خط، بالتوفيق ان شاء الله. كل وليد طيبه، هلا والله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. البيبان بتطلع قدامك على الشاشه، خلنا نشوف نصيبك. يلا، 1 5 6 8 12. اي باب؟ خلص ان شاء الله، توقعي على 6. زين، شو تتوقعين؟ ان شاء الله انا اختي تقول لي ان شاء الله يلحق ما تلعب، بس ما ادري. اختك تقول ان شاء الله حق ما تلعب، انت شو تقولين؟ ان شاء الله معاها. ان شاء الله يا رب، الله يرزقكم. وباب رقم 6 افتح يا باب. سؤال على الطاير. زين، سؤال على الطاير. سؤالك ان شاء الله سهل، يبي له تركيز بس. سؤالك يقول ان شاء الله، قسم يوجد في المؤسسات الصحفية لحفظ الأخبار والصور والمعلومات، ما اسمه؟ الأرشيف. الله العظيم، الله العظيم، تستاهلين صفقة، والله تستاهلين صفقة، أسرع إجابة في البرنامج كامل، تستاهلين 1000 ريال وبجدارة. ألف مبروك، شكلك تشتغلين في شيء في التلفزيون شيء. لا لا، على طول ما شاء الله.
الله يوفقك ان شاء الله ويخلي لك بيتك ان شاء الله. المبروك تستاهلين 1000 ريال طبعا قسم الارشيف. جميل. انا بي كذا ابي سؤال الجواب يجيني بسرعه. اسئلتنا والله سهله. يلا من معانا الحين؟ دانا. مرحبا بك دانا. مرحبا بك. السلام عليكم. يا مرحبا ومسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا دانا. دانا من معيذر. يا مرحبا ومسهلا يا دانا. دانا الله يسلمك. نعم. كنتي حاطه باب بالك وراح؟ لا والله. جميل. بقيت عندك البيبان بنطلعها قدامك على الشاشه. اختاري باب. باقي عندك 1 و5 و8 و12. اي باب تبين؟ 5. نتوكل على الله ونفتح الباب رقم 5. افتح يا باب. سؤال على الطاير. زين. جاهزه لسؤالك؟ ايوه. سؤالك يقول متى تم انشاء شرطه النجده او الفزعه في قطر؟ متى تم انشاء شرطه النجده اللي هي الفزعه في قطر؟ اي سنه؟ سهل. اعطيني تاريخ عشان اساعدك. اعطيني تاريخ. 2000 وكم؟ ممكن 2010 2011. قبل؟ والله قربتي حيل. ألفين وتسعة يمكن. جواب نهائي 9/10/11 انت قلتي. اي واحد تبين عشان اثبت؟ يعني انا لو اجابتك ما قلتيها كان ما قلت لك يلا ها اي واحد اختاري. كان قلت لك بعد لين ما قلت الجواب الصح واقول لك يلا اختاري. قلتي 11 12 قلت لك ها. قلتي 9 قلت لك اختاري بينهم. يعني اي جواب؟ يعني 9 ولا شلون؟ هو ما ادري كيفك لان ثبتي. لان انا اقول لك انت قلتي 11 و12 حلو؟ انا ما قلت لك ثبتي ولا قلت لك اختاري بينهم. قلتي 9 قلت لك زين اختاري بينهم. خلاص معناته اي جواب؟ اجل 9 يمكن. مع انه اظن مكتوب عندي هنا في عام 2010. اثبت ولا لا؟ كيفك اثبت؟ مكتوب عندك 10؟ لا اثبت على 2009. قولي خلاص. اي اوكي. يلا مبروك عليك 1000 ريال. الجواب في عام 2009. الف مبروك. انشات شرطه النجده والفزعه في عام 2009. الف مبروك. باقي عندنا تقريبا باب او بابين لكن وصلنا نهايه هذه الحلقه. قبل لا نختم ما ننسى هل التصوير ابي كاميراتكم تعج في سوق واقف. ابيكم منتشرين في سوق واقف تختارون اجمل صور تصورون وتلتقطون لنا اجمل صوره وتربحون عليها 3000. تتمشى واستانس وتستانس وتصور وتربح 3000 بعد ايش تبي؟ يلا. الفائز في مسابقه عكس اللي هي عكس من كلمه عكاس قديما المصور. الفائز هو نطلع الصوره على الشاشه قدامكم. والصوره حلوه اليوم صراحه. كل الصور حلوة عشان ما يقولوا ما مدحت لها الصورة. محمد علي المري ألف مبروك 3000 ريال تستاهل يا محمد علي المري. صورة حلوة للأمانة وكل الصور جميلة. أنا مرات أعلق مرات ما أعلق مو معناته أن الصورة ما عجبتني، لا كل الصور تعجبني ولا ما كان فازت. ألف مبروك يا محمد علي المري. بكرة موعدنا معاكم نفس الوقت. أرقامنا بكرة اتصلوا بكرة قبل البرنامج لا يبدأ بعشر دقائق بنفتح البدالة لكم. اتصلوا 5481 الهاشتاج حياكم أندرسكور في أندرسكور سوق أندرسكور واقف. اتصلوا يا رب تربحون ويطلع لكم خط وتستانسون. وإذا ما طلع لكم خط استفيدوا من المعلومات اللي قاعد نقولها لأن هذا هو هدفنا الرئيسي تستمتعون وتستفيدون بنفس الوقت. نشوفكم على خير بكرة في نفس الموعد. فأمان الله.